تم الضرب وبشكل وحشي، استشهد عدة أسرى عندهم في الداخل. صرنا نكبر وزعلنا كثير. تم جمعنا من قبل المتسادة تاعتهم هذه تحت الشرطة، ذبحوا الشباب من أول وجديد، شلحونا أواعينا. ما تضلكش إلا بالبوكسر، يديروا المية عليك، الغلط السب الشتم من الجنود والمجندات الله بيعلم بحال الشباب، ما بدهم إلا الدعوات. بعدين تم نقلنا إلى سجن النقب. سجن النقب نظام عنابر، كله مكومين فوق بعض، الشباب في الغرف، الأسرة ما فيش فرشات ولا في حرمات، طول اليوم وانت نايم على الأرض في السقع على الحديد، والحالة ما يعلم فيها إلا الله عز وجل. بعد ذلك قضينا في سجن النقب كل المحكومية والضرب والسحل من جديد برضه، إلى أن تم نقلنا إلى البركسات من أول وجديد، طبعا من دون ما تشوف شمس، لا في أكل لا في شرب، الله بيعلم بحال الشباب. الشباب في منها استشهدت لدرجة أنه تم القمع من أول وجديد، لما استشهدت صرنا نكبر وزعلنا على الشباب اللي ماتت، بيجي 4 كبار سن عيانين ماتوا نتيجة الإهمال الطبي لمرض السكري بالذات. وبعدها تم نقلنا إلى البركسات من جديد، أبلغونا بأنه أنت شحرور، اللي هو كلمة شحرور بقولوها للمفرج عنهم، وكانوا يفلموا علينا ويضحكوا علينا. وفي الليل تم آخر اللي هو الاعتداء الوحشي علينا، لدرجة أنه نظام وانت طالع الباب يخطوه في وجهك، هذه آخر هواية منهم والله بيعلم في الحال. والشباب جوا بس بدها الدعوات، والله يصلح الحال ويفرج عن جميع الأسرى. بعد ما نقلوني الجيش نقلنا على بركسات في الغلاف، مات في رابع يوم تقريبا 2 في البركسات اللي أنا كنت فيهن، أعمارهم تتجاوز 75 سنة، تقريبا 20% من المعتقلين كانوا من ضمن كبار السن، وأغلبهم ناس يعني عيانين وتعبانين ومرضى. في 13 يوم هدول كانوا معصبين عينينا ومكلبشين ايدينا طول اليوم، واحنا هيك قاعدين على ركبنا، ينيمونا الساعة 12 ويصحونا الساعة 5 الفجر، نضلنا قاعدين نصحى نفس الشيء. بعد 13 يوم ودونا نقلونا على سجن النقب. لما نقلونا على سجن النقب طبعا كان هناك في تعذيب، كان هناك في تحقيق، حققوا معنا، بدهم ايانا نعترف على اي حاجة، اي معلومة تدلهم، بدهم ايانا وين في منصات صواريخ، وين في انفاق، يجيبوا لنا صور شباب مين هذا ومين هذا، واحنا يجيبوا لنا ناس احنا ما بنعرفهم، مش يجيبوا يقول لك هذا صاحبك، هذا معك ارقام جوالات، شوفوا ارقام جوالاتنا، واحنا ارقام الجوالات، يقول لك هذا رقم جوال انت متصل عليه، طب يا عمي هذا صاحبي، يقول لك لا هذا مخرب، هو بكونش له، بكون ملوش دخل في اي حاجه، بقول لك لا هذا من المخربين. كانوا يضربونا، كانوا يقولوا لنا انتوا نخبه انتوا قسام، وكانوا يطلقوا علينا الكلاب، كانت الكلاب تنهشنا، يجي يحطنا في ساحه يلف الكلب علينا ونقعد نشرد من ورا الكلب، قدام الكلب، الكلب من ورانا، على رجلينا على عظامنا، يكسروا فينا، بدهم ايانا في اي باي وسيله بدهم ايانا يخلونا نعترف.